ونوران هذه مكة في السبعينات، وانت المولود في 78 في حارة الطنطباوي. نعم. وين اخذك هذا الفيديو؟ والله اكيد انك يعني تفتكر ايام الطفولة يعني في الحارة والاهل والعائلة، والحمد لله يعني وما زلنا على نفس الطقوس ونفس ال... ما تغير عندكم شيء؟ والله ما تغير شيء، بس في عدد جاء في مناطق من نفس الحارة، ونحن حارتنا تقريبا تبعد عن الحرم ما شاء الله تبارك الله تقريبا 12-15 دقيقة برجلك يعني مشي على الحرم على طول. انا حكيني نفسي كيف نفس الاهل الحارة ما تغيروا مع ان الزمان يتغير وتعرف في ناس، لكن ابغى اعرف بالضبط كيف الحارة ما تغيرت الاهل الحارة الى الان؟ والله يعني نشأتنا نحن تقول في الحارة يعني انك يمكن عمرك 6 سنين أو 7 سنين اكيد بتكون عارف العالم المحيط يعني بك في الحارة وكذا، وتعرف الحارة اول يعني اي واحد يجي من الحارة يخش بيتكم عادي، يعني ما في كلام يقول لك هذا يقرب لك هذا ما يقرب لك، ما عندنا الشيء هذا يا بصير. ولين دحين في الحارة نفس النظام يعني، يعني الحارة ما تغيروا علي يعني. الابتدائي في مدرسة السعودية والمتوسطة في مدرسة مصعب بن عمير. أيوة مصعب بن عمير. أيضا الأصدقاء باقيين من الابتدائي والمتوسط للآن؟ أيوة البعض منهم موجودين إلى دحين وبنتواصل وكل شيء. ومن نفس الحارة؟ أيوة من نفس الحارة، في من نفس الحارة ومن كمان إلا من خارج الحارة. ممتاز. أسرتكم ما شاء الله كبيرة جدا. يعني والدك رحمة الله عليه مرتبط أيضا بأهل الحارة كان. أكيد يعني ومعروف في الحارة ما شاء الله تبارك الله، الله يرحمه ويغفر له. يغفر له ويرحمه. يعني نحن عائلتنا تقريبا 28 أخو وأخت يعني، وكنا كلنا ساكنين في بيت واحد ما شاء الله تبارك الله. يعني أنا أبويا متزوج 4 الله يرحمه ويغفر له، وكنا 3 عوائل ساكنين في مبنى واحد. نعم. والحمد لله يعني، وأقسم بالله يا كابتن أقسم بالله نحن في شهر فضيل يعني، أنا أخواني إلا من أبويا عرفت يعني، عمري في حياتي ما أقول لي أحد هذا فلان أخويا من أبويا ولا أخويا، يعني ما عندي هذا أخويا. أسرة مترابطة. كلنا كذا نفس الشيء يا كابتن، يعني نتضارب ونتخاصم عادي. لكن باقي نفس الترابط ونفس الترابط ونفس كل على يد واحدة قلب واحد، وهذا غراسة فيكم والدك رحمة الله عليه. الله يرحمه ويغفر له إن شاء الله. من شابه أباه ما ظلم. كيف كان الوالد معكم؟ حازم، قوي، شخصية يعني؟ والله أكيد يعني أبغى أختصر لك الكلام هذا اللي أنت قلته يا كابتن، اللي يقدر يجمع 3 حريم في بيت واحد، عاد أنت هذا اللي بتحكم فيه. يعني نحن يمكن أنا يعني نحن نقلنا من البيت اللي انا نشأت فيه تقريبا وعمري 24-23 سنة، انا نقلت من البيت هذا يعني، وكلنا عايشين في بيت واحد الين 23 سنة، الين 23 سنة وانا قاعد في نفس البيت. هذا يدل يعني هذا الدليل يدل لك على ايش؟ نعم يدل على قوة الشخصية، الترابط اللي زرعها فيكم الوالد. يعني مكة المكرمة يعني مدينة عالمية بمناسبة موسم الحج، وانا اعرف انه والدك ايضا، حكيني عن هذا، ابوك كان يملك مطعم. لا نحن كنا في ايام الحج. نعم. يعني تعرف ايام الحج هذا شهر، الشهرين هذه اللي قبل الشهر اللي قبل الحج والحج واللي بعده، اكيد هذا بيعتبر موسم لاهل مكه وكذا يعني في خدمه الحجاج، وبرضه انه نحن تعتبر لنا مكافآت يعني، اننا لما نشتغل نساعد اهالينا ولا نروح نشتغل في شركات ثانيه المطوفين، شركات الطوافة حقت الحجاج وكذا، بيكون لنا مكافآت فتلاقينا نتحمس يعني. والوالد الله رحمه الله عليه عنده كان مطعم في عرفه، مطعم مأكولات وكذا، ونحن كنا نروح نبيع معاه في ونوقف معاه في توزعون الوجبات كل شيء يا كابتن. هذا هو اللي كان عملك اللي تعمله في المواد؟ ايوه مع الوالد على طول. الله يرحمه ويغفر له ويسكنه جنات النعيم. كيف المزمار معك؟ اكيد هذه اللعبه الاولى عندنا يعني، اللعبه الشعبيه الاولى، وكلنا نلعب مزمار. وهذا الفيديو افتكرته دحين، هذا كان بمناسبه احتفالنا بولاده ولدي عبد الله ما شاء الله. طبعا انت 3 بنات؟ لا بنتين وثلاثة يعني. بنتين وثلاثة. نوران. نعم. وليان ونور وعبد الله وتركي. ما شاء الله، الله يحفظهم لكم جميعا يا رب. ان شاء الله. واحنا نتكلم، شفت هذه الاجواء اللي اثناء لعبة المزمار، يعني تحس ان اهل مكة مرتبطين مع بعض الحواري حتى لو ما كانت قريبة، صحيح ولا لا؟ والله تكون كثير يكون. اكيد يعني، وإذا بتشوف الحاجة هذه بعينك انت، اذا كان في مناسبة في الحارة او في عزاء، يعني تلاقي الحارة كلها واقفة على رجل واحدة. اقسم بالله يا كابتن، الا تكون متخاصم معه ولا ما انت متخاصم، كل الحارة بتلاقيها واقفة. أنت بعد الشهرة أيضا محمد نور بعد ما اشتهر وأصبح له وضعه، هل تغيرت عليك هذه الأشياء؟ أو في العزاء تكون متواجد، في الأعراس تكون متواجد؟ لأن عندي شيء أبغى أعقب عليه. والله يا كابتن أنا في عز ما أنا ألعب، وفي عز أنا في الحارة على طول يا كابتن، ما أروح ولا مكان. وحتى المركز اللي أقعد فيه هذا مركز الوالد الله يرحمه، ضبطناه وصلحناه وخلاص حقيقي. وعلى طول هناك 24 ساعة. أنا أعرف أنه أيضا واحدة من الاستراحات الموجودة اللي يملكها محمد نور، تقوم دائما بادوار لما يكون احد عنده عرس، زواج، مناسبات، عشاء،
وزواجه في هذه الاستراحة. أيوه أيوه. فهذه دليل على أنه محمد نور لم يتغير أبدا في كل هالسنين. والله الحمد لله يا كابتن، يعني هذا فضل من الله. وش كان الهدف بالضبط من عندك لما تحط استراحة زي كذا وتعزم الناس وهذا؟ إيش بالضبط إيش تحسها؟ والله الهدف يا كابتن إنه لما إنك أنت تساعد الواحد حتى لو ما كان محتاج، إنك أنت تساعد وتوقف معه ولد حارتك وكذا وهذا يدل على الألفة والمحبة اللي بيناتنا، يعني يمثل بالنسبة لك قدوة. أكيد. وأخوك آدم كان حارس مرمى في نادي الاتحاد. طبعا أنا لعبت، يعني لعبت أمام آدم وأنت حتى بس ما سجلت. صحيح. لعبت معه أكثر من مباراة لم أسجل، لكن أيضا شخصية آدم شخصية كبيرة أنت تأثرت فيها وكانت بالنسبة لك قدوة. هل انزرع فيك هذا الشيء من آدم حبك للاتحاد؟ والله بالنسبة لأخوي آدم يعني أنا أعتبره قدوة وأخ أكبر وأب بالنسبة لي أنا بالذات، يعني من بين أخواني كله، يعني آدم هو اللي كان يهتم فيها من أنا صغير، يعني هو اللي بدأ يزرع فيها. وأنت أيضا بدأت حارس مرمى. أيوة أنا كنت حارس ما كنت ألعب. وش كيف تغيرت معاك الخانة من حارس إلى لاعب وسط عظيم؟ والله يا كابتن أنا دائما أنا أحب أي حاجة قبل لا أسويها من أنا صغير، يعني أحب أنا أتفرج على الناس أشوف إيش قاعدين يسووش إيش قاعدين يقدموا كده. فأول قول نخش أنا أقول ما أبغى ألعب، أنا بقعد حارس. ليش؟ عشان أخوي حارس إلا أبغى أصير زيه. نعم. وحارس كويس يا كابتن ترى. أنت كيف؟ بس بعدين شوية بديت ألعب، وكان في بطولة في الحارة حقتناها كبار. نعم. وأنا وقت عمري كان يمكن 15 أو 16 سنة. هم كانوا فوق ال. وهم كبار يعني العمر مفتوح. كنت بلعب في اليوم هذاك، آدم كان قاعد برا أول مرة يعرف إنه أنا بلعب كورة. كان يشوفك حارس فقط. أيوة يدري إنه أنا حارس بس إني ألعب ما يدري. فلما شافني قاعد يسأل الكبار اللي في الحارة اللي دائما في الملعب، يقول لهم هذا محمد وده، يقولوا له انت ما شفت شيء، يعني ما لسه ما تعرفه كمان في افضل. ايوه. وهنا انطلقت معاك آدم تغير مركزك، وهنا صرت العب على طول. هل آدم كان له دور في تغيير مركزك؟ أيوة. لا هو ما يدري انا فين العب، بس شافني بلعب. نعم. وما توقع انه انا عندي المهاره هذه واني اقدر العب وسط الكبار. هذا انا اعرف معلومه انه انت تتعلم الشيء تاخذ لك وقت طويل تتعلمه بالنظر. يمكن قعدت سنتين كابتن حارس بس ما العب، بس بعد الفترة اللي أخذتها قاعد أتفرج وأتابع، لا قلت أبغى ألعب، يعني ليش أنا أقعد حارس وكذا وهم يلعبوا ويجروا وينبسطوا وأنا قاعد بس ويجي فيه هدف وكذا. تتخزن مهارات، تخزن تكتيك. أيوة كل شيء بعيد. أيوة والله يا كابتن. يا كابتن أنا حتى البلوت لما عشان ألعب البلوت قسم بالله قعدت 3 سنين أنا أتفرج بس هم يلعبوا، يعني على الحارة يلعبوا وأنا قاعد أتفرج. تتعلم كيف يلعبون؟ أتعلم كيف يلعبون. أنا أتذكر مرة أنا في المنتخب في الملز. نعم. قاعد ألعب وأنتوا قاعدين تضحكوا علي، تقول أنت ما تعرف تلعب. صحيح. وقعدت تتعلم 3 سنوات. أي والله، وبعدين لعبت البلد. هذا إصرار محمد عجيب، يعني هذا الشخصية هذه تدرس الأجيال. الكلام هذا إنه الإنسان اللي يكون عنده طموح وعنده إصرار يجب إنه ما يحسب حساب الوقت لين يتقن الشيء. وأحب يا كابتن كمان من الأشياء الحمد لله، يعني هذه أنا نشأت فيها، أنا أحب أشوف الشيء وأتحدى نفسي، يعني أقول أنا إن شاء الله حجيب الشيء هذا، عرفت؟ يعني كنت قدام الطريق كان طويل، يعني ما كنت اشوف جدار قدامي، عرفت؟ كل شيء اشوفه اقول ان شاء الله انا بجيب الشيء ده، ان شاء الله انا بصير، ان شاء الله بحاول اسوي، امشي مع اخوي ادم. نعم. ونحن رايحين على المدرسه يعني اشوف شيء يعجبني، اشوف سياره، اشوف اي شيء اتمناه لنفسي، اقول انا ان شاء الله حسوي كده، ان شاء الله السياره هذه حاشتريها ان شاء الله. وسمعت اغنيه كمان، اشوف كيف سمعت اغنيه جورج يوسف كلام الناس. أيوة. والله رحبي قلت اول اغنيه اذا كنت اشتريت سياره بشغل هذه اغنيه كلام. مع انه كان الحال ذيك الوقت ما هو يعني ما عندك الماده. ما عندي ما ولا كان في الامكانيات هذه، يعني وانت تقول لي انت ليش متاثر في ادم. نعم. انا الوالد الله يرحمه اغفر له كان يديني 10 ويدي ادم 10، عرفت؟ انا كنت ادس 10 حقتي، ولما نقرب جنب المدرسه يوديني المدرسه، انا اروح المدرسه حقته اقول له فلوسي طاحت، بشيل العشر حقته والدين. الله قسما بالله قعدت خدعت ادم اكثر من مره مسكين. اي والله اكيد رجعت له نبع الفلوس. ما يحتاج اصلا ما بيننا. شوف هذه هو ما يعرف اول مره يعني. هذه حصري عندنا. اي والله حركنا اشياء كثيره، لكن خليني اجي لك بالسؤال اللي يقول انك اول مره تشارك ايضا امام هذه الجماهير، فقدت تركيزك قاعد تسمع. انا كنت اوقف مع الجماهير هذه. هذا عام كم؟ قبل في النادي ولا قبل النادي؟ 15 هذه لا قبل النادي 1415 اتوقع. كنت احضر اتفرج مباراه الاتحاد. تحضر مباراه مع الحاره نروح. نعم. نتقاط ونروح جدا نتفرج المباراه. ومره كنت قاعد اتفرج المباراه يا كابتن، اتذكر انها كانت مباراه الاتحاد والروضه. نعم. في جده، وقاعد اصفق واشجع شويه كذا، اقسم بالله كابتن خرجت من جوه التشجيع ولا صرت اسمع شيء، يعني قلت متى يا ربي انا اكون في ذا المكان، انا اكون هنا والناس هذه كلها تقعد تصفق لي. يا سلام.
بس انت لعبت ايضا لنادي حراء قبل الاتحاد؟ لا سجلت حراء او لا؟ ما سجلت في حراء، بس كنا كبدايه في نادي حراء. في نادي حراء كابتن، كنا نتمرن ونلعب مباريات اذا كان في مباريات وديه وكذا، في انا وكم لاعب كذا من الحوارم احنا مسجلين، بس نجي نلعب معاهم تمارين ونلعب معهم مباراة. في مباراة كنا لاعبين مع الاتحاد، كان ماسك الاتحاد من الفترة ديك محفوظ حافظ واسمه مرزوق. نعم. وشافوني في المباراة ديك ومحفوظ قال مين هذا؟ قالوا هذا أخو آدم. وقال خلاص أنا بكلم آدم وكذا. أنت إنه يسجلك. إنه أجي أتمرن في الاتحاد. وجيت الاتحاد وأنا كم أنا وكم لاعب برضو، أنا عبد الله بجحلان أفتكر. وفي لاعب والله ما يحضرني اسمه. رحنا، لا في معاذ يونس كمان. نعم. معاذ يوسف. نعم. ورحنا نحن ثلاثة، بس هذا معاذ ما عنده هوية، يعني ما هو سعودي. نعم. المهم ورحنا والحمد لله أنا توفقت، وحتى اختارونا كلنا يعني، بس معاذ ما اختاروه عشان ما عنده هوية. واختاروني من بداية التقسيم على طول، أول ما خشيت لعبت باص، جاء زهمني المدرب قال لي خلاص أخرج. من باص واحد؟ إي والله يا كابتن، قسما بالله. نعم هذا موهبة. وحتى أتذكر كان في سعيد غراب موجود يعني قاعد مع العجائز اللي في نادي أبيو. كابتن سعيد غراب قام ولاعب. ايوه الحمد لله يعني اقول لك من اول تمرين. وفي نفس السنه هذه يا كابتن لعبت فيها شباب، عشان عمري كان يسمح العب ناشئين وشباب وكذا، الشهور فرقت معايا، كان في بطوله الخليج للناشئين. نعم. في النادي ولعبت فيها، كان في مناف وعلي علي منيف ومحمد يعني علي سهيل خالد علي سهيل ايوه علي سهيل كان معانا. المهم الفترة ذيك لعبنا البطولة هذه وأخذت فيها الحمد لله أفضل لاعب. بطولة الخليج. بطولة الخليج للناشئين. وين كانت هي؟ كانت في جدة في نادي الاتحاد. وبعد على طول نفس اليوم بعد النهاية كابتن رحنا على عمان منتخب الشباب. منتخب الشباب كان مناسبة بطولة دولية. صداقة. بطولة الصداقة الدولية. لا. أيوه هذيك أول مشاركة لي مع منطقية لمحمد نور في الفريق الأول عام 95. في أي عام تعتقد محمد نور بدأ ياخذ وضعه مع نادي الاتحاد؟ أنا أتذكر يا كابتن أول مباراة لي لعبتها مع الاتحاد كانت فريق أول ضد الهلال، كانت في احتفالية بمناسبة مرور 50 عام على تأسيس الخطوط السعودية. نعم. كانت مباراة الاتحاد والهلال. نعم. يعني ما أنساها المباراة دي. ليه ما تنساها؟ ما أنساها عشان أنا طول المباراة كنت ألعب وأتفرج على يوسف التنية قسما بالله يا كابتن. أسطورة يعني. لا يعني أنا هذا كنت أشوفه في التلفزيون كذا واليومين أجي ألعب معه، فطول المباراة أنا قاعد أتفرج. هذا الكلام أقسم بالله أول مرة أقوله يا كابتن. هذا عام 95. أيوه تقريبا. أنا أعرف أنه كامبوس كان يعطيك فرص قليلة، لكن ديمتري هو وراءه يعني أخرج ما لدى محمد نور من طاقة ومن إمكانيات. حدثني عن هال. بالنسبة لكامبوس، كامبوس هو المدرب اللي شافني أنا ألعب مع الشباب وقال لهم جيبوا الولد ده خلوه يتمرن معي أبغى أشوفه كويس. وقاعد أتمرن، يمكن أتمرنت معهم تقريبا أسبوع أو أسبوعين، فكانت فيه المباراة هذه الودية اللي قلت لك عليها، وكان في محترف اسمه عزيز وزقات معروف حدا مغربي اتوقع. نعم عزيز وزقات. كان حصلت له وفاه وكذا وما قدر يلعب المباراه، فسافر في الظهر. نعم. خرج من المعسكر في يوم المباراه. يوم المباراه جاني المدرب العصر قال لي ترى لاعبك حتبدا وكذا، شد حالك ولا تفوت الفرصه. نعم. وهذه اول مباراه بالنسبه لي. طيب وش يعني لك ديمتري؟ والله ديمتري صراحه هو اللي عرف كيف يخرج اللي في داخل محمد نور. انا ما في مدرب قيسي علي في الاتحاد الا ديمتري، وهذا هو جزء من اللي طلع. اي والله يا كابتن، يعني كان في التمثل اذا لعبنا مباراه اجي اليوم الثاني مبسوط فايزين يعني وانا كنت كويس وكذا، فيشوفني يزعق يقول لي اي دونتك، يقول لي اسكت، عرفت؟ يقول لي انت ولا شيء قسما بالله يا كابتن. اسلوب تربيه. اي يقول لي انت ايش سويت يعني ايش بك فرحان؟ يقول لي برا، يطردني من التمرين. والله يا كابتن. ايش كانت رده فعلك وقتها؟ كذا اقول ايش بو هذا يعني انا لاعب ولاعب كويس وحتى العيال مبسوطين مني وكذا، عرفت؟ صح. فهو يقول لي الحين احيانا يكون بنلف في الملعب يجي اليوم الثاني، تعرف وقت اللف بدايه التمرين إيه؟ كل واحد بيتكلم معاه ما ادري ايش جميع بيحكي. ايوه لما انا اتكلم يقول لي برا، يطردني من التمرين. هذا يا رب. المشكله اجي يوم المباراه اول واحد يحطني يا كابتن، طبعا يخليني العب اساسي، بس في التمارين كان ولا يعطيني وجه ولا 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 يضحك معايا يا كابتن، الا ابغى اسوي الشيء اللي هو يجي يقول لي انت كويس، يعني ابغى يتكلم قدام اللاعبين يقول لي نور انت كويس، ما يقول، وانا اكل في نفسي عشان ابغى يقول الكلمه دي وما يقولها. هذا كان ينعكس في الملعب الا بعدين. اي والله يا كابتن اخذ منك كل شيء وصار ينعكس عليك في الملعب. فصراحه انا ما يعني كل ما اتذكر ديمتري صراحه يعني انبسط يعني انه ديمتري دربني وديمتري وراني الطريقه الصحيحه. هذا كله كان عمرك 18 سنه. هذا يا كابتن انا اول مره اقول الكلام هذا، يعني عشان دائما الشباب يقولوا نور كيف يصير مدرب؟ يبغى كل شيء صح قسما بالله، يعني لما اتكلم وكذا حتى لما نحلل المباراه وكذا على لعبه الحاره ولا اللعيبه الصغار وكذا اللي دوبهم طالعين لازم
أكون قاسي مرة معهم، يقولوا أنت ما حد يقدر يلعب معك، وأنا أقول لهم إلا ما يلعب معايا دحين ما يلعب كورة. برضو بقول لك حاجة من الأشياء اللي كنت أنا أتحدى وكذا فيها، كل ما أحضر مباراة للاتحاد إذا كان آدم ماسك، تعرف الجمهور عاد ما شاء الله ما يحتاج ما يقصر وإيه ما يقصر، عرفت؟ والله العظيم وأنا أقول كذا في نفسي والله لا أخذ حقك. الله فهمت قصدي؟ انصر أخاك. إيه والله أنا كذا في نفسي أقول والله لا أخذ حقك، يعني لا أخليهم كلهم يصفقوا. يا سلام، قسما بالله يا كابتن، يعني أنا بلعبي بمجهودي لا أخلي الجمهور كله يصفق. أنا قلت إنك بديت 18، عمرك 18 سنة. أيوة 18. لا إيه، لكن ابتديت رقم 18، أنا أبغى أعرف قصة الرقم 18 عند محمد نور. بالنسبة للرقم أنا بديت ألبس لبس 16 ولبس 15 ولبس 17، وتعرف الفريق الأول لما إنك أنت تيجي جديد خلاص الكبار كل واحد عنده رقمه اللي يلبسه، فكنت ألبس 20 أحيانا ألبس 16 أحيانا ألبس 17. المهم لما لبس رقم 18 يا كابتن، أنا بقول يعني عندنا هنا وفي العالم العربي اللي أشوفه كمان رقم 9 رقم 8 رقم 10 رقم 11، كل واحد يبغى الأرقام هذه، عرفت؟ لكن أنا عمري ما دورت وراء الأرقام هذه، أنا قلت أبغى رقم أنا أخلي الناس تلبس الرقم هذا، يعني أنا أبغى أضم الرقم هذا 18 للأرقام هذه مميزة. إيه يعني أنا كمان أميز الرقم هذا أخليه هو كمان مميز، يعني لما تقول 18 حقول لك فلان. أنا أنت ميزت هذا الرقم وصادف كمان تاريخ ميلادي. أها هذا في له قصة ثانية. لا والله يا كابتن بس هو جرّكم كده بعدين يعني تاريخ الميلاد وكده جاء سبحان الله. ذات بروز خلينا نشوف. محمد نور يلعبها بينية أمامية باتجاه حمزة لحيلة الاحتياط ويادة محمد نور باتجاه مرة محمد نور هذا مرة يلعبها تستدر ويمسح الدنيا المرمى عمرة فريق الوحدان لاعب ناقص محمد نور ماجد المولد يلعبها لخالد الحازمي حاول يعدي محمد نور. موسم 99 بالنسبة لك هو البروز لمحمد نور، شوف ما شاء الله الثقة اللي أنت موجود فيها 18 و 19 20 سنة تقريبا. هذه مرحلة البروز وش كانت تعني لك محمد؟ يعني هذه كانت بداية يعني بداية نضوج محمد نور، يعني بداية محمد نور كيف يتمسك في الخانة هذه، كيف محمد نور المكتسبات هذه اللي أنا اكتسبتها يعني كيف إني أحافظ عليها وكيف إني لازم أكون أنا في الملعب. اسمح لي أروح إلى فعلا، يعني أنا أشوفه 2004 و2005 هذا الفريق تاريخي بالنسبة لنادي الاتحاد، إذا توافقني الرأي. والله يا كابتن الحمد لله أنا ذكرياتي في الاتحاد كلها حلوة وكلها بطولات وكلها أفراح وكلها مناسبات جميلة، يعني إلا فترة واحدة اللي صارت فيها المشكلة مع إدارة من إدارات الاتحاد هي اللي كانت سبب إنه السنة هذه ما تكون جميلة وكويسة بالنسبة لي أنا، وبدون ذكر أسماء. استدعاك المنتخب كان عام 99 99 في بطولة الغرة اللي في المكسيك. في المكسيك نعم. تذكر هذيك الأيام وش كانت البدايات؟ كيف كنت تحس في البدايات؟ تغير عليك الأجواء؟ أكيد. كيف الاستدعاء تم أصلا؟ أنت كيف تكون بتلعب في النادي ولسه دوبك بداية مشوارك مع النادي وتنضم للمنتخب الأول؟ نعم. وكان يعني في اسماء كابتن، يعني انك تيجي الاسماء هذه اسماء كبيره تكون قاعد تشوفهم في التلفزيون وكمان تنضم وحتلعب معاهم، تغير يعني تغيير جذري كبير يا كابتن، يعني واصلا المنتخب يعني المنتخب بياخذ الافضل، يعني انت مثلا تتخيل نفسك تكون من ضمن افضل 25 لاعب في السعوديه وتمثل المنتخب السعودي، يعني اشياء يعني مثلا ما تقول تتكلم بفخر انه انت عمرك 18 سنه تنضم اول سنه للمنتخب، يعني العمر هذا في النادر تلاقي عمر زي هذا ينضم منتخب أول. الآن من النادر أنك تحصل في هذا العمر هذا ينضم المنتخب. كانت أيضا أمام منتخبات قوية المصر والبرازيل. أيوة مصر والبرازيل ولعبنا ضد شو اسمه كمان. لا أنا أتذكر مباراة البرازيل هذه بالذات. رونالدينيو والعيال كلهم كانوا كلهم صغار. عطنا القصة اللي وراء هذه مباراة البرازيل. يعني يا كابتن إنك أنت تيجي يعني الحمد لله تأهلنا. في اول 20 دقيقه سجلوا هدفين ومرزوق ما شاء الله سجل هدفين برضه. رجعنا 2-2 ورجعت ويقولوا لما رجعنا بيقولوا لنا انه البث قطع ورجعوا لقوا النتيجه 6، يعني الناس ما تدري انه المباراه هذيك يا كابتن الملعب كان غرقان، يعني كانت امطار غزيره في الملعب، وانا بالنسبه لي الفتره ديك ما كنت اعرف العب اصلا بالبوت وانت بكرامه اللي يكون حق المطر. نعم. يعني ما كنا متعودين اصلا نلعب على بوت المطر هذا، فالناس كيف نغلب 8 وكيف يعني انت تعرف الاجواء تختلف. اي ما في شك، يعني الاجواء حقت الاوروبيين والاجواء حقتنا غير، فعشان كذا انغلبنا 8 في ذيك المباراه، ومن بعدها رجعت المنتخب كمان في كاس اسيا في لبنان. نعم. هذيك انا اعتبرها بدايه انطلاقتي مع المنتخب الفعليه. انا اتذكر انه شاركت معنا في
كل المباريات حتى الاربع النهائي بس قدام اليمن ما شاء الله. كان عندك كرتين موقف. كان عندي كرتين وهذه كان البطوله كانت واحده من اجمل البطولات. بدايه كان متعثر امام اليابان وبعدين ما وقفنا ابدا. ما وقفنا جديد دائما بيدول اسماء يعني بيعطوا 40 او 50 اسم بيختار منها فتلاقي فيه المدرب السعودي او المدرب اللي موجود بيعطيه اسماء. نحن الفتره هذيك حقت كاس الخليج وقتها جاء كالدرون اول شهر له مع المنتخب الفتره دي ونحن كان المفروض نكون مع سكريت. كان عندنا المباراه الاياب كاس اسيا ضد الفريق الكوري نعم اللي اغلبنا في جده 3 وفزنا 5 في كوريا. كوريا نعم. كنا لاعبين المباراه هذيك نحن رجعنا من كوريا على قطر نعم. على بطوله الخليج مباشره عرفت نعم. فجينا كده البطوله خلاص يومين وتبدا اصلا يعني ما لحقنا نتعرف على المدرب ولا هو لحق يتعرف علينا وكذا فقاعد خلاص يشوف بالناس اللي يعرفهم يعني نعم. واتفرج عليهم بيلعبوا وجاوا لعبنا واول مباراه افتتاحي واخذت كرت احمر قدام البحرين نعم. وتوقفت مباراه ورجعت لعبت المباراه اللي بعدها برضه حصلت على كرت احمر فهذه كانت المشكله بينك وبين كالدرون اتذكر انه ايضا حصلت استدعاك في المباراه الثانيه تصفيات كاس العالم ايوه بعدها بفتره لا يعني بس كنت في الاتحاد تلعب المباريات وتبدع وتم استدعاك بس هذيك مو 2006 يا كابتن 2005 اي 2005 انا ايوه عشان اعطيك انا الموضوع متسلسل في 2005 كان شو اسمه كانت البطوله الخليجيه بعد كاس اسيا مباشره صحيح بعدها وقفت لنهايه الموسم ودخلنا في 2006 اللي كان فيها تصفيات كاس العالم نعم استدعاني اول مباراه ايوه لا مباراه كوريا الجنوبيه كانت الثانيه ايوه نعم. الاولى كانت اوزباكستان في اوزباكستان باكستان لا ما لعبت جيت الى كوريا الجنوبيه وما شاركت كمان ما اتذكر اني شاركت فيها وكان عندنا مباراه لا كابتن مباراه كوريا ما نحن جينا المعسكر بعدين المدرب شال اسامينا شال الاسماء صحيح شال الاسماء انا ما شاركت حكايه الفصفص رقم واحد حكايه المباريات حكايه ايضا انه كالديرون كان عنده من السابق مع كالديرون عين مدربا للاتحاد كيف كانت الرجعه من كالديرون والناس خافت يا كابتن لما جابوا ديمتري حتى صاروا يقولوا لي والله جاك قصدي جاك كالديرون يا ويلك يعني في المنتخب ما كان ياخذك وكيف يجي يدرب في الاتحاد يعني حتى الفتره ديك طلعت هروج يعني حتى صحفيين مع رئيس النادي كيف انت تجيب كالديرون وكالديرون في مشاكل بينه وبين محمد نور انا ما اتذكر اي مدرب صارت مع انا يعني كده انا اتعمدت اني اسوي معه مشكله ولا صارت مشكله مع المدرب المهم فكالديرون من الكرتين هذه اللي انا اخذتها فممكن اخذ موقف يعني كيف انت تتوقف مباراه وترجع المباراه اللي بعدها اول مباراه تلعب وتاخذ كرت احمر ثاني نعم. واصلا البطوله هذيك المنتخب ما قدمنا فيها مستوى خرجنا من بدايه المجموعات فلما جاء الاتحاد كالدرون انا ما عندي اصلا انا ما عندي مشكله معك وانا ترى من اللعيبه يا كابتن ما عندي مشكله انت ما انت مقتنع فيها هذا رايك انت في القصدي انا اشد حيلي واطور نفسي عشان ان شاء الله ممكن انا اعجبك وتلاعبني يعني انا ما عندي مشكله انا من الناس اللي احب التحدي وهذا اللي حسويته معك ايوه كابتن يعني انت لما انك انت تحطني طيب وانا وقتها كنت كابتن برضو لما جاء كالدرون يعني قالوا كيف حيتفقوا كده صحيح وانا قلت انا ما عندي مشكله انا المفصل عندي انا المفصل بينه وبين اي احد الملعب دائما انا نزلني الملعب وش حكايه لما كنا تتذكر الفصفص انا من الناس اللي احب الفصفص والبيبسي يا كابتن يعني كل المدربين والاداريين عارفين يعني محمد نور يعني لازم تبغوا يلعب كويس ولا يعني لا تخربوا عليه جو يعني خلوا والله العظيم يا كابتن يعني اتذكر برضه في المنتخب كنا مع سكرين لاعبين برضه تصفيات مع كان الكابتن الله يذكره بالخير شو اسمه ناصر الجوهر نعم ممنوع المشروبات الغازيه انت عارف قبل المباراه وكذا فلما جيت قعدت على الطاوله واحد جاء جاب لي بيبسي اعطاني عرفت طلعت كذا اللي شفته بخالد اشر لي كذا عرفت انا ايش قلت بينه وبين نفسي قلت هو جاب لي البيبسي يعني انت لاعب يعني اول ما كنت التشكيله ما تبان الا في العصر قبل المباراه صحيح يحطوا التشكيله قلت لاعب عرفت يعني انبسط اذا شفت البيبسي جاي ابو خالد بيلعبك ايوه يعني لاعب يعني شد حيلك وكذا ايوه هذه من الطقوس اللاعبين اللي انا من الناس اللي احب يعني الطقوس هذه ما غيرها كابتن في المباريات كلها يعني اتفائل بالشيء هذا واذا تلاقيني في شيء ما سويته من الاشياء هذه تلاقيني احس بنقص ايوه هو المفروض غلط يا كابتن بس لاقيني انا في الملعب احس انه في شيء غلط لا انا مو كده انا مندي بعد قصتك مع كالديرون بعد ما رجع وصارت انت نجم الفريق انت عزمت الفريق على مندي انا مندي ايوه في ليله المباراه هو انصدم قال ليش مندي يعني عندنا مباراه مهمه بكره وتجيبوا مندي وكذا والمندي هذا صار من بعد المباراه ديك يا كابتن كل مباراه هو اللي طالب المندي الوجبه الرئيسيه في العشاء هو اللي طالب فيها اللي طالب لانه من اليوم الثاني المباراه كانت عظيمه محمد نور نجم اللقاء الفريق فايز بالضبط 4 أو 5 يا كابتن نحن الفتره هذيك الاتحاد اللي انت تتكلم نرجع شويه حقت 2004 2005 يعني كانت ثوره كذا الاتحاد كان فريق لا يقهر الفتره دي
فنحن اللاعبين مثلا اللاعب عنده مشكله، ممكن اللاعب سوى مشكله مع المدرب وعندنا مباراه اليوم الثاني، نيجي نتحمل مسؤوليه. يعني احنا نيجي نجتمع مع المدرب مع رئيس النادي سلام مع مدير الفريق، اقسم بالله يا كابتن نقول له فلان اخطا ونحن بكره عندنا مباراه ونبغى فلان هذا يكون معانا في المعسكر، وانتم ما لكم صلاح، نحن نتحمل المسؤوليه. يا سلام، ايش ما يصير في المباراه هذه اطلع اقول نحن اللعيبه اذا نتحمل الخساره هذه مو انتم، وتعال انت تقول لي مدرب تيجي تقول له زي كده ايش حيقول؟ اكيد المجموعه ايوه اكيد حيوافق يعني وبيخلي نفسه من المسؤوليه. فهذه من الاشياء الحلوه يعني اللي كانت مزروعه في الاتحاد وما زالت، يعني في الاتحاد الروح غير يا كابتن. اكيد ونشوف السنه هذه ترى مو السنه هذه كابتن، انا بستشهدك بمباراه واحده، مباراه الاتحاد والهلال حقت 2-1 اللي في الرياض في الدور الاول، كان الاتحاد ند ولا مو ند؟ 70% لم يلعب من ستة او سبعه لاعبين اساسيين يا كابتن ما كانوا موجودين. صحيح عرفت، لكن الفريق الاتحاد كان ند صحيح وقدر انه يجابه الهلال، يعني الهلال ما اخذ النتيجه هذه بالسهل. لا ما كانت مباراه سهله، انك انت تيجي فريق انت مصدر الدوري وبتنافس على الدوري ستة سبعة لاعبين أساسيين غايبين من المباراة، رغم إنه يا كابتن الاتحاد الحين حاليا لو أنا أقول لك على الاتحاد، الاتحاد ما يملك إلا 15 أو 16 لاعب. نعم صحيح. يعني اللي أنت تقول عليهم الكلام يعني اللي يكون عندهم خبرة وعندهم ممارسة في يعني اللي عندهم مباريات وكذا، أتكلم على 15 أو 16 لاعب فقط، أما الباقيين كلهم ما في، لكن تيجي تلاقي الروح داخل الملعب بتغطي. التنظيم عظيم، الاتحاد قاعد يقدم موسم استثنائي. حقيقة بعض المباريات اللي تشاهدها أيضا نقص الظروف، يتعاكم الله من جديد. باقين ومكملين مع ذات محمد نور، حياك الله أبو نوران من جديد. أبو نوران أنا بوريك فيديو الآن بيعرض إلى تشوفه مع بعض. الله، يعني هذه ذكريات وشيء رائع جميل، ولفتة أبوية لما كنت موقوف إلى نهاية الموسم رحمة الله عليه الملك عبد الله أمر بذلك الكرتين اللي يقول عنهم هذول، صاروا كرتين بيض. وقفت ايضا رجل الرياضه الاول الامير صراحه، يعني هذه اللي مسي عليه بالخير، هذه الصوره يعني انا على طول ما تفارق خيالتي، يعني انه لما يجيك عفو من اعلى سلطه في البلد يعني انك وتقابله شخصيا وما يكون بينك وبينه ولا نص متر، يعني هذه يعني من الاشياء اللي انا ما انساها ما حييت يعني صراحه، ما اقدر اقول لك الشعور يعني بدون الله يرحمه ويغفر له. الله يرحمه ويغفر له ويسكنه جنات النعيم. وهذه امتداد يا كابتن للفترة اللي أقول لك 2015 2016، نحن لما أخذنا كأس آسيا وبعدها جينا على الخليجية وبعدها على طول قابلنا الملك الملك رحمة الله عليه بمناسبة حسون. في أحيانا تستدعى المنتخب وأحيانا لا تستدعى، إيش السبب بالضبط؟ والله ما أدري ولا أبغى أخش في الذمم يا كابتن، لكن أنا أنت لما تقول لي سنة أستدعى سنة ما أستدعى، يعني مثلا أنت لو تقول الفترة هذه كلها الحمد لله أنا قاعد ألعب فيها متواصلة، لو محمد نور كان يشارك في المنتخب الفترات ديك كم مباراة دولية كلها تكت؟ يعني أنا كان عمري وقتها من المنتخب 18 سنة، من 18 سنة قولي لين عمري يصير 28. نعم. كم سنة هذيك؟ 10 سنوات. كم مشاركة فيها للمنتخب؟ فيها مشاركات كثيرة. صح؟ يعني أنا أديتك متوسط. نعم. كم مباراة دولية أكون أنا لعبت؟ ممكن في الأوسط 50-60 مباراة. ممكن اكثر في 10 سنين، لانه في تصفيات كاس العالم، تصفيات والبطولات مشاركات. نعم. عرفت يعني اقل شيء انا اكون المفروض بحل 180 مباراه، يعني على عمري انا لعبت عمري من 18 سنه الى 17 سنه كابتن. نعم. اذا انا اعتزلت. نعم. عرفت يعني كم سنه حيكون، كم مشاركه كنت دوليه شاركت؟ مشاركات كثيرة. المشكله الفتره هذه اللي احنا بنتكلم فيها انه محمد نور ما كان يستدعى للمنتخب سنه ايوه وسنه لا، طيب محمد نور كان كل سنه بيرفع بطوله مع نادي وبيكون له يعني دور فعال في الملعب، يعني ليه بصمه في هذا. اجي نهايه الموسم اخذنا الدوري المركز الاول او المركز الثاني، محمد نور يطلع يستلم جائزه افضل لاعب صحيح في الموسم او افضل لاعب وسط وما انضم للمنتخب. عرفت؟ والسنه اللي بعدها ممكن نكون محققين بطولتين، يمكن مستوى ما يكون كويس عشان كذا ما انضم، لكن السنه اللي بعدها لما يكون في مشاركه مع النادي ومحقق بطولات ما يستدعى. انا ما استدعى لما احقق بطولات، لما ما نحقق بطوله بستدعى للمنتخب. هذا اللي والله يا كابتن، والله يا كابتن. انت تعرف السبب يا ابو نوران؟ لا ما اعرف السبب يا كابتن. اجل عفى الله عفى الله عما سلم. بس انت لما تيجي تحقق بطوله ما تنضم للمنتخب، تكون افضل لاعب ولا تكون مرشح من افضل 3 لعيبه في اسيا وما تروح منتخب. اقسم بالله 3 مرات. المدرب كنيدة اول ما جاء جابوه الاتحاد، جاء مسكنا كنا معسكرين في اسبانيا. قالوا له هذه الاداره اللي ما ابغى اقول لك، اقسم بالله قالوا له ترى هذا اللاعب ما نبغاه. يعني حاول تسوي معاه مشاكل، حاول تصرفه باي طريقه من الطرق. قالوا له ترى هو كابتن الفريق. عرفت؟ لما قالوا هذا كابتن الفريق، المهم وبدل معسكر وكذا هو اتجنى. يقول لهم هذا اكبر واحد في الفريق وانتم تبغوني امشي. قال لهم المشكله هذا افضل واحد عندكم. اقسم بالله العلي العظيم.
قال لهم المشكلة هذا أفضل واحد عندكم، كيف تبغوني أشيله؟ فصاروا يستنوا المباريات تيجي المباريات عشان يبغوا مباراة تيجي كارثية وكده عشان يقولوا مع السلام. البداية كانت مباراتنا مع الهلال في مكة السنة اللي الاتحاد كان يلعب في مكة والأهلي، لو تتذكرها الاتحاد والأهلي صار يلعبوا في مكة في الشرايع، لعبنا مع الهلال خسرنا 3-2 أو 2-1، كنت من نجوم المباراة، كانت برضو هناك النية كانت في ذيك المباراة، الحمد لله كنت من أفضل الناس في ولكن مع الخسارة لا، بس أنا ما بس ما يقدروا وقتها ما يدعونا لاعب وكيف تيجي تقول إجازة بتدي إجازة. استنوا لمباراة الدورة الثانية كانت في الرياض اللي خسرنا فيها 4 من الهلال. نعم. اليوم الثاني على طول قيد هو القرار مصدر من قبل وجاهز. جو قالوا لي أنت إجازة، دق علي الدكتور حق الاحتراف قال لي إجازة، قلت له أنا تقول لي إجازة من إيش؟ قال لي إجازة من النادي لنهاية الموسم، قلت لا أنا مو إجازة، قلت إذا يبغوني أنا إذا ادوني إجازة أنا اللي أختار أنا الإجازة الوقت اللي أخذه، مو هم اللي يقولوا ياخذوا إجازة. كلمت الدكتور قلت له بكرة عشان أوقع لكم على الورقة، بكرة تجيبوا لي مخالصة، تجيبوا لي بكرة مخالصة عشان أوقع لكم على الورق حقتهم، وجابوا لي المخالصة ووقعت وخرجت ورحت. هل السبب كانت شخصية محمد نور قوية أقوى من الإدارة؟ يعني الفريق كله والنادي يمكن كان يسمع لمحمد نور، هذا ما كان يسمع لمحمد نور في الصح للصح. محمد نور عمره ما راح طلب من إدارة نادي ولا من رئيس نادي شيء له شخصية، أقسم بالله يا كابتن أنا أطلب للمجموعة إذا كان في لاعب من اللاعبين عنده مشكلة أنا أروح أوقف معاه، أروح عند الإدارة، ما قدرت الإدارة رئيس النادي ما قدر أشوف النائب، ما قدر مدير الفريق ما قدر يحل المشكلة، رحت من برا خليت واحد من أعضاء الشرف حل له مشكلته. نعم. وإذا المشكلة أنا كنت أقدر أحلها أنا كنت أحلها من عندي أنا بدون ما ترجع، قسما بالله العلي العظيم تحس أنك ابن النادي وقريب من كل شيء ومسؤولية كبيرة. يا كابتن أنا كنت من العصر التمرين بعد المغرب، أنا من العصر تلاقيني في النادي أدور في النادي كذا، أنا من الناس اللي أهوى لعبة السلة، يعني أحب أتابع كرة السلة. أنا بقول لك شيء بس بصراحة تصدقني إلا هذا، أي والله في لاعبين جددت عقودهم من عندك ومن مبالغ مالية دفعت؟ لا مو جددت يا كابتن، مو جددت يعني أساعد مساهم مساهمة، مو تجديد يعني إنه أنا جدد بس يعني. مساهمة كفاية يا محمد. لا أيوة مساهمة أساهم تدفع فلوس يعني. لا هذا حبك للاتحاد توازي يا شرف أساهم يا كابتن. لا والله ما يقصروا يعني، في ناس والله لما أكلمهم على مشكلة في النادي أقسم بالله ما بيقصروا يعني، أول ناس يعني يحاولوا إنه يساعدوا اللاعب، أهم شيء إنه الفريق يمشي، خاصة وقت الذروة يا كابتن، يعني لما تيجي نهاية موسم وتكون تنافس على الكاس، تنافس على الدوري، تنافس على بطولة آسيا، تعرف أول آسيا كانت ذهاب وإياب، فأنت تحتاج المجموعة، عشان تسوي مجموعة لازم كلنا يدنا تكون واحدة. أنا ودي أرجعك إلى انتقالك لنادي النصر، إذا ودك تحكي هذا الانتقال، أيضا حققت مع النصر بطولات، يعني هذا الانتقال أنا بس أبغى أشوف مشاعرك أول مرة تلعب ضد الاتحاد. شوف يعني أكذب عليك لو قلت لك إنه مبسوط ولا يعني، أنا عمري ما تخيلت نفسي خارج الاتحاد عشان أتخيل إنه أنا ألعب ضد الاتحاد. الله عرفت، بس يعني هذه كورة وهذا مستقبل، وأنا داخل في تحدي يعني. الحمد لله أول سنة رحت النصر حققت دوري وحققت كاس مع النصر، وللأمانة بقول حاجة يا كابتن وقسما بالله في نفسي عشان هذه أنا أسأل بها ما عندي مشكلة، السنة اللي أنت كنت تدرب فيها الهلال هذيك السنة اللي أنا جيت فيها النصر، معروف قسما بالله يا كابتن مو شيء، أنا قلت من أجمل ومن أفضل مستويات الهلال في السنة هذه. الله يجبره بس قلت مشكلة سامي، وقسما بالله مشكلة سامي إنه جاء والنصر أخذ الدوري وأخذ الكأس، ما في شك. ولا والله يا كابتن شفت السنة ديك لو حققت بطولة حتقعد تمشي مع الهلال 10-5 سنين. يعني محمد نور وحسين عبد الغني متواجدين أيضا في نادي النصر، مو تقليل ولكن أيضا أنتم لكم بصمات تاريخية، أيضا الفريق كان في عز مستوى، كانت أمور كثيرة. أنا أتكلم شعور محمد نور وهو يلعب أول مباراة أمام الاتحاد، ودي أنا أسمع وكيف كان شعورك. أنا سمعت لحظة الانتقال ما ودك تطلع من الاتحاد، أول مباراة كيف كانت بالنسبة لك؟ طيب بقول لك حاجة، أنا قبل أول مباراة نزلت أنا كنت في جدة. أيوة جيت ولم خرجت من النادي، جيت أمشي في مباني كده من خلف النادي، بس في كده فتحة في الإضاءة حقت النادي باينة والجدر الأبيض باين، عرفت قسما بالله كابتن طليت كده اليسار ودمعتي نزلت. الله أقسم بالله لا شعورية زي الفراق بينك وبين نادي الاتحاد. لا يعني كده أنا تأثرت عرفت، فالمباراة هذه أول مباراة كانت الاتحاد والنصر كانت في مكة، ففزنا فيها النصر فاز على الاتحاد 3-1 أتذكر هي 3-1، وهذه كانت أول مباراة من بعد فترة النصر ما فاز على الاتحاد في الدوري. صحيح هذيك أول مباراة النصر يفوز فيها في الدوري على النصر، هذيك المباراة. نعم. فأكيد إنه الواحد بيكون مبسوط ومو مبسوط، عرفت يعني إنك شفت الاستقبال حق الجمهور كيف. نعم. يعني صراحة شيء يعني صعب الواحد إنه يوصف الشعور هذا يا كابتن، يعني إنك أنت
لما تيجي تلاقي الناس حست انك انت ظلمت عرفت وتشوف حق وتشوف رد الناس لك قدام عينك يعني باستقبالهم وبتصفيقهم وبالحفاوة. اعتزال، انت علنت اعتزالك في 2016، وش كانت اسباب الاعتزال اصلا؟ والله هي اللي كانت المشكلة حقت المنشطات وجاء توقيفي لمدة 4 مواسم ورحنا نحن للجنة اللجنة الأولمبية وسوينا استئناف لجنة الاستئناف. نعم. وسوينا استئناف وأخذ براءة ورجعت اللجنة نفسها ثاني راحت رفعت مدري فين ومدري ايش راحوا سووا ورجعوا ووقفوني ثاني. أنا هذا أول مرة أسمع بها إنه أنت تأخذ براءة مو عفو براءة تأخذ براءة ومن لجنة الاستئناف اللجنة الأولمبية يعني السلطة الأقوى وراحوا نقضوا شو اسمه هذا. فقلت خلاص يعني اعتزل. وأنا أصلا شفت يعني الفترة دي صراحة الفريق ما كان يشجع يعني إحنا كنا الفترة اللي بنلعب فيها كابتن بنساعد الناس في الملعب وبنشيلهم صحيح، لكن إحنا لما جات نهايتنا ما حد يشيلنا ولا حد يساعدنا كل واحد نفسي. ودحين يا كابتن الواحد يخرج من الملعب فايز ولا مغلوب تلاقيه شايل الجوال يطول. قسم بالله يا كابتن ولا يشوف ايش كتبوا ايش الصور اللي نزلت موجوده. صح ما هي موجوده كانت اول. والله دحين يا كابتن كده قسم بالله. فعشان كده قلت خلاص. فانت ردت فعلك قلت هذه اللحظات هذه الاخيره الاتحاد الافضل لنا. والحمد لله بفضل من الله. والله يا كابتن يعني لما بطلت خلاص بطلت كوره نهائيا ترى ما كنت ندمان ولا كنت طفشان ولا تاثرت نفسيا اني بطلت. بالعكس يعني انا مبسوط وافتخر بالشيء اللي انا قدمته. نعم. 6 سنوات من اعتزالك، متى حفل الاعتزال؟ ان شاء الله قريب. يعني تقدر تعطينا حصري في هالبرنامج؟ ايوه ان شاء الله قريب والله. يعني نحن مخططين على تقريبا يعني حطينا 4 أو 3 فرق يعني كلها فرق من التوب يعني من 4 التوب. وفي فيلم وثائقي عن محمد نور؟ ايوه في فيلم ان شاء الله. في تقريبا انتهى ولا لا؟ مو انتهى لسه، دوبنا في سوينا يعني قاعدين نسوي في الكتابات وكذا، لكن هذا اللي سوينا البرومو هذا تشويقي بس. نعم. ولكن حفل اعتزال وفيلم وثائقي وقريبا حفل الاعتزال. ايوه قريب ان شاء الله. ودوب انا الحين لسه متفق مع عندي شركه حدث العالميه ما شاء الله، هذه ان شاء الله هم اللي بيقوموا بحفل الاعتزال باذن الله. وطبعا بسوي شيء غير اللي انت سويته كابتن، بنسوي سرقنا من عندك كم فكره كذا وبنسوي شيء يعني اول مره يصير ان شاء الله. حلو، اتمنى لك التوفيق. والله تستاهل يا ابو نوران. والله يا ابو نوران انا سعيد جدا بهذا اللقاء. على فكره هو اللقاء الاخير والحلقة الأخيرة في اللي حرصنا أنها تكون مع شخصكم الكريم. شكرا لتواجدك في ذات. عجبتني هذه شخصكم الكريم. نعم. وأنت والله مو كريم وبس، أنت مو كريم وبس، أنت كريم وتستاهل. أحب أنوه يا كابتن سامي علي صراحة أشكرك على البرنامج الجميل هذا. يعني رغم أنه أول مرة أشوفك تقدم برنامج، يعني نحن شفنا البرامج في رمضان من سنوات وشفنا، لكن صراحة أهنيك على وقفتك هذه يعني في البرنامج وكأنك راعي باع طويل في المجال هذا. الله قسما بالله يا كابتن هذه شهاده اعتز فيها. الله يسلمك.